خاطري. والله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم على الحضور والكلام الطيب. ومثل ما قلنا اخواننا في الحد الجنوبي لو بنتكلم لين بكره ما نوفيهم حقهم، لكن ما نبي منكم يا اخواننا واللي خلف الشاشات الا ادعى لهم، والله يثبت اقدامهم ويرجعهم لاهلهم سالمين غانمين، واللي قد راح شهيد عسى الله يغفر له ويرحمه ويجمعنا وياه في جنات النعيم. والحين جاء وقت الشكر للي وقفوا معنا وما قصروا، الله يبيض وجيهم. فريق الدعم اول شيء الله يبيض وجهه ويجمل حاله، ما قصر واقف معي من يوم دخلت الى ذا اليوم. وش اسمها في اكلات شعبيه وفطاير ومعجنات ويدامات ومأكولات بحريه ومشروبات ساخنه بارده، كل ما لذ وطاب تحصلونه عندها. مطبخ ولا ما ادري وش اسمه ذا، ها اروى يا ابن سعد حلوى. هذا مطبخ اروى، خذ به لفه عند الشباب. مطبخ اروى للتواصل واتساب، الى تعرضون الرقم التواصل على الشاشه. الله يسعدكم. دقيقه يا علي، دقيقه يا علي، خلنا لا جابر دقيقه، خلنا بنتكلم عندي علي دقيقه. علي دقيقه، لا خله خله علي دقيقه، خله خلاني. يا سلام. انا لفتني حاجه بس يبو تركي لبيه، اللي هي الحركات اللي يسوونها ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبيض وجيهم. هذا من شغل مطبخ اروى، هذا حلا. يا سلام، حلا وانت احلى من الحلا يا ابو راجع. حلوه. الله يحلي ايامك. هذا شكرا وتقديرا لمطبخ اروى. حلو. والحين